عليكم متابعينا من قناة توينز، رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. في فترة الأخيرة نشرت صورة على الانستغرام وعلى الفيسبوك، اللي تابعوني شافوا الصورة. رابط حسابي مع الانستغرام والفيسبوك راح أخليكم إياه على الوصف. هاي الصورة اللي تشوفوه هو صورة شتوية، بالوجه أكو ما ينطي صورة واقعية أكثر، ضايف عليه بعض الشغلات من الفوتوشوب راح نشرحها لكم. طبعا فكره بسيطه، صوره بسيطه، بس لين اكو هواي ناس دزوا رساله الخاص قالوا شلون نقدر نلتقط هيك صور، فحبيت اسوي لكم هذا الكواليس بسيط. وهسه راح ننتقل داخل الاستوديو نشوفكم طريقه التقاط هيك صور. هسه احنا داخل الاستوديو، طبعا اناره نستخدمها 3 سوفت بوكس، 2 نخليه على الاطراف وسوفت واحد نخليه امامنا حتى يضرب على الوجه. مو شرط يكون 3 سوفت بوكس، حتى تقدر سوفت بوكس 2 او حتى 1 حسب فنياتك بالتصوير. طبعا الباك جراوند لازم يصير اسود. وهاي الصوره اللي قلنا عليكم صوره شتويه، اول شيء راح نلبس لبس شتوي مثل ما تشوفون، وثاني شيء نجيب كرسي او طبله ونجيب المروحه. هاي المروحة يضرب على الوجه كأنه هواء حقيقي. وبقى شيء ثاني، شلون راح نسوي مطر او الثلج بهاي الطريقة. اوكي، هذا راح يكون على شكل مطر يظهر بالصورة. بقى شيء ثاني اللي هو الثلج راح نضيفه بالفوتوشوب. وهاي بعض من كواليس راح تشوفون شلون نلتقط صور. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم هاي الفقرة، وراح نسوي فيديوهات أكثر إذا نشوف تفاعلكم بالفيديو. ولا تنسون اشتراك بالقناة وانطوا إعجاب للفيديو، وأي استفسار عندكم ضيفوه بالتعليقات، إن شاء الله ما أقصر وياكم. سلام.